قابيل وهابيل. ما أقصر الدنيا وما أقصر القرون الطويلة التي عبر عنها القرآن بقوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية والصحابة معه منذ أكثر من 1400 سنة، ونحن نقرأها اليوم وغدا إلى أن تقوم الساعة، وكأنها نبأ عهد قريب. لذلك لا تصلح الدنيا لأن تكون غاية المسلم، فبالله عليك لا تنخدع بها فترها أكبر من حجمها وعلى غير حقيقتها. انظر في من حولك من الناس، هل كان واحد منهم على وجه الأرض منذ 100 عام؟ وهل سيوجد واحد منهم بعد 100 عام؟ فما أسرع ما يتبدل وجه الأرض وما أقرب الدنيا من منازل الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هي قصة الصراع بين بني البشر والتحاسد بين بني آدم، وقصة جريمة القتل الأولى التي جرت الجرائم على امتداد تاريخ البشرية على هذه الأرض، والتي لن تتوقف حتى يرث الله الأرض وما عليها. فلماذا يتقاتل البشر ويتصارعون على الرغم أنهم في النهاية سلالة رجل واحد وامرأة واحدة؟ تبدأ القصة بعد سنوات من هبوط آدم عليه السلام أبي البشر وزوجته حواء إلى الأرض، بعدما عاينا ولمسا فعل إبليس وأدركا أنه عدو الإنسان اللدود، العدو الذي سينتظره عند كل مفترق ومحطة، والذي لا هم له سوى أن يضل الإنسان ويبعده عن سواء السبيل عبر غواياته المتعددة وتزيينه الأفعال القبيحة في عين الإنسان، وفي الوقت ذاته عبر تشويه صورة الأفعال الحسنة. لقد أدرك آدم وحواء سوء العاقبة من الانجرار لخدع الشيطان والاستسلام لوساوسه، بعدما كان السبب في تناولهما لثمرة الشجرة المحرمة التي نهاهما الله سبحانه عن تناولها، وما نتج عن ذلك من خروجهما من تلك الجنة ونزولهما إلى الأرض التي هي دار امتحان. وقد وعى الزوجان حقيقة الشيطان ونشأ أولادهما على ضرورة التنبه لغوايات الشيطان وعدم الانجرار إلى مكائده. ولكن هل كان الشيطان ليتجلى لبني آدم بوضوح، أم إنه يستغل نقاط الضعف البشرية ليتسلل منها إلى النفس الأمارة بالسوء فيسيطر عليها ويجرها إلى ارتكاب المعاصي والموبقات؟ هكذا تسلل الشيطان إلى نفس قابيل ليرتكب أول جريمة قتل في تاريخ بني آدم وفي مسيرة الحياة البشرية على الأرض.
أتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. نشأ قابيل وهابيل في كنف آدم عليه السلام مع باقي إخوتهم وأخواتهم. فكان قابيل فلاحا يزرع مختلف المحاصيل، أما هابيل فاستأنس المواشي وأتقن تربيتها. ولكن قابيل في داخله كان يتمنى أن يكون متفوقا على أخيه وعلى باقي إخوته، أما هابيل فكان كل همه أن ينال رضا الله ويكون له مطيعا. وجاء وقت اختبار مدى طاعتهما لله وسعيهما لمرضاته سبحانه، فأمرهما نبي الله آدم بأن يقدم كل منهما قربانا لله سبحانه، وأن يكون من خيرة ما أنتجا. وأن يضع كل منهما قربانه في مكان معلوم، فإذا نزلت النار من السماء وأحرقت القربان فهو دليل على أن الله قد تقبله راضيا. وتسلل الشيطان إلى نفس قابيل وجعل يقبح له أمر تقديم القربان، فكيف يعرض للحرق والتلف قسما من خيرة محاصيله أبعدما تحمل في سبيلها كل ذلك التعب؟ ولماذا عليه أن يقدم أفضل ما لديه؟ حسناً، سأقدم قرباناً أخلط فيه الردي بالحسن، وما أحسب أن الله سيعلم بفعلتي. هكذا فكر قابيل وهكذا فعل، وتوجه إلى حيث محل تقديم القربان ليجد أخاه هابيل. وساعة رآه استغرب المنظر، فقد جاء أخوه حاملا كبشا كبيرا سمينا. لقد رأى هذا الكبش من قبل وهو أفضل ما لدى أخيه، ولكنه لم يكن يظنه يفرط فيه بهذه السهولة. هل جن أخي هابيل ليضحي بهذا الكبش العظيم؟ هكذا فكر قابيل وهو يقرب قربانه إلى المحرقة، وكذلك فعل هابيل مقربا كبشه السمين. ويشرع الأخوان بالدعاء كي يتقبل الله قربانهما. وتمتد النار من أعلى السماء لتحرق الكبش السمين، أما قربان قابيل فظل في مكانه شاهداً على خيبته وعلى انكشاف غشه وعدم صدقه. وتغلي نار الحقد في قلب قابيل، نار أساسها حسده لأخيه على تفوقه عليه، وخشية أن ينال المكانة الفضلى لدى أبيهما آدم، وأساسها كذلك الغيظ
لأن خديعته قد انكشفت. وتسلل الشيطان عبر هذا الحقد الأعمى، تسلل إليه ليقنعه بأن ما به من غيظ ليس بسبب عدم صدقه وعدم صدق إيمانه، بل بسبب أخيه هابيل، هذا الذي ينافسه على كل شيء، على رضا والده وعلى رضا الله سبحانه. واقتنع قابيل بهذه الفكرة الخاطئة، فسارع إلى تهديد أخيه بالقتل لأنه نال الحظوة عند الله ففضله عليه. لكن هابيل أخذ يبين له بأن تقبل الله للقربان أمر مرهون بصدق صاحب القربان وبمدى تقواه، وبأن الله كان سيتقبل القربان لو علم فيه صدقا وإخلاص نية. ولكن كلمات هابيل فشلت في تهدئة أخيه، بل لعلها زادت من غضبه، فانقض على أخيه طالبا منه الاستعداد لمصارعته وقتاله. فما كان جواب هابيل يا ترى؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ويرفض هابيل أن يقاتل أخاه، بل إنه يرفض حتى أن يمد يده إليه مقاتلا، فكيف له أن يضرب ابن أمه وأبيه؟ ومن أجل ماذا؟ ليس على هذه المعتقدات ولا على هذه الأخلاق رباه أبوه آدم، ولكنه عاود تحذير أخيه من مغبة قتله ومن عاقبة أمره في الدنيا والآخرة، وأن مصيره سيكون نار الجحيم، النار التي لا تطفأ نارها ولا يهدأ أوارها، والتي هي مقر المجرمين الآثمين. ولكن عبثا كلم هابيل أخاه، ها هو قابيل ينقض عليه، يوسعه ضربا ثم يجهز عليه. وغدا هابيل جثة هامدة، من كان قبل قليل شابا نابضا بالحيوية والحياة، فارقت الروح جسده وأصبح من الغابرين. ومر بعض الوقت قبل أن تهدأ نفس قابيل، ليتبين له هول ما فعله وارتكبه من الفعل الرهيب، فيزيل دم أخيه عن يديه برعب، ثم يقف عند رأسه ليرى إن كان فيه بقية حياة أو رمق، ولكن هابيل مضى وهلك. ويتسلل الرعب
إلى نفس أول مجرم في تاريخ بني آدم، فقد استشعر عظيم جرمه وشنيع صنعه، وأخذ يفكر بما سيقوله له أبوه آدم عليه السلام إن هو علم بالأمر. هل سيلعنه؟ هل سيطرده؟ أم سيقتله؟ لم تعد إقامته مع أبويه ممكنة، هذا ما فكر فيه. وفيما هو مستغرق في أفكاره وفي ندمه لما ارتكبه، يتنبه قابيل إلى أمر مروع. فها هي وحوش الغابة وكواسرها بدأت تقترب من جثة أخيه وتحوم حولها، فتتحرك في نفسه بقية من عاطفته الأخوية، فيهرع نحو الجثة يطرد عنها الطيور والحيوانات، ويقف عندها ليحرسها ويدفع عنها. ويمر الوقت طويلا، وقابيل ما زال يدافع عن جثمان أخيه. ويا للعجب، أما كان حريا به أن يحفظه حيا كما يسعى لحفظه ميتا؟ أما كان الأولى به أن يستمع إلى صوت العقل والوعظ الذي نطق به أخوه؟ ولكنه الشيطان العدو اللدود لآدم وبنيه، فقد أقسم بأن يقعد لهم عند كل مفترق ولحظة متسلحا بكل أسلحة غوايته ليضلهم عن سبيل الله. ويقرر قابيل بأن أفضل وسيلة لحفظ جثة أخيه هي في إبعادها عن هذا المكان، فيحمل قابيل جسد أخيه ويسير مبتعدا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. إلى متى سيحمل قابيل جسد أخيه؟ سؤال خطر في بال الرجل وهو ينوء بثقل الجسد، كما ستنوء روحه بما ارتكبه من إثم عظيم. فقد كان هابيل أول إنسان يموت على وجه الأرض، ولم يكن قابيل يعرف ما الذي يمكن فعله بهذا الجسد. ويجلس قابيل ليستريح ويضع الجثة جانبا، وهو يلاحظ أن الحيوانات ما زالت تلاحقه مطاردة ما يحمله. في هذه الحال يلمح الرجل مشهدا يجذب انتباهه الكامل، ففي مكان غير بعيد كان هناك غرابان مشتبكان في صراع دموي عنيف، سرعان ما ينتهي بموت أحدهما. Thank you.
ولكن الغراب المنتصر لا يطير مبتعدا، بل ينكب على الأرض يحفر في ترابها بمنقاره المدبب القوي، حتى إذا كون فيها حفرة رجع إلى جثة غريمه السابق ليجرها، ثم يودعها في التراب ويهيل عليها التراب قبل أن يحلق في الفضاء مبتعدا. لم يكن قابيل يدري بأن هذين الغرابين قد بعثهما الله ليريا قابيل كيف يحافظ على حرمة جسد أخيه. ويدرك القاتل بأنه يمكنه أن يقلد هذا الغراب في فعلته ليخفي آثار ما ارتكبه عن أعين الحيوان والإنسان، ولكنه لم يدرك بأن دفن أخيه لم يكن كافياً ليخفي هذه الجريمة عن الله سبحانه، وهو الذي لا يغيب عن علمه أي صغيرة أو كبيرة، وبأنه بفعلته الوضيعة قد سن في الأرض سنة قتل الإنسان أخاه الإنسان، وبأن اللعنة ستطاله في الدنيا قبل الآخرة. وطويت صفحات قصة ابني آدم من صلبه بتعمق الخطين الأصيلين في ذرية آدم بعد ذلك وحتى قيام الساعة. خط الخير الذي يمثله ابن آدم القتيل، حيث لم يتخلى عن الخير والحق وبقي مع الله وتعامل مع أخيه بأخوة ومنطق. وخط الشر الذي يمثله ابن آدم القاتل، حيث استسلم للشيطان واستجاب لنزعاته وصار شريرا قاتلا مجرما. ذهب القتيل إلى الله مظلوما شهيدا مكرما عند الله، وباء القاتل بإثمه وانتهى خاسرا معذبا في نار جهنم.